اللغة العربية واحدة من أهم اللغات في العالم، تمكنت من الانتشار خلال فترة ازدهار الحضارة الإسلامية إلى الكثير من البلدان والثقافات، سواء بشكل مباشر عبر الفتوحات والتجارة أو بشكل غير مباشر عبر الطلاب الذين درسوا في الجامعات الإسلامية. اقتبست الثقافات عدداً كبيراً من الكلمات العربية ليتم تحوير نطقها وتصبح جزءاً لا يتجزأ من لغاتهم حتى يومنا هذا. واليوم نلقي الضوء على أبرز المفردات العربية التي دخلت على اللغة الأسبانية لتصبح جزءاً منها، هي اللغة الأوروبية الأكثر تأثراً بالعربية، وحوت بين كلماتها أكبر عدد من الكلمات ذات الأصل العربي. والسبب وراء ذلك فترة حكم المسلمين للأندلس بين عامي 711 إلى 1492 ميلادي. وتشير التقديرات إلى أن ربع مفردات اللغة الأسبانية هي من أصل عربي، ويتحدث باللغة الأسبانية أكثر من 400 مليون شخص، مما يجعلهم في المرتبة الثالثة بعد الصينية والإنجليزية من حيث اللغات الأكثر تحدثاً في العالم. من بين أبرز الكلمات ذات الأصل العربي كلمة أسيتي، وفي اللغة العربية زيت، خرابة، وفي اللغة العربية شراب، البويرة، وفي اللغة العربية البحيرة، ديفان، وفي اللغة العربية ديوان، لوذة، وفي اللغة العربية عود، أسيبار، وفي اللغة العربية الصبار. وما زال لدينا العديد والعديد من الكلمات ذات الأصل العربي. انتظرونا في حلقة جديدة.